كلاب كي لا ما تلبكت بس بس شو ام تحسين؟ مبينة يا عمي مبينة اكيد شعيري لانه لو امحى كنت سمعت زلغيت امي موصلة لاخر حارة صح هاي الحكي ام تحسين؟ ايه ابو تحسين الظاهر مالنا نصيب بهالبنت الحمد لله الحمد لله يا رب منيح اللي اجت منه وما اجت مني لا عاد حدا يفتح لي بنوب قصة خطبة وجواز بنوب بنوب شو الحكي؟ ليش هيك عم تحكي اخي؟ يعني جواز اسمه ونصيب انا اللي عندي قلته وهلا السلام عليكم هذا اللي كنت خايفة منه رجعنا للديباجة القديمة ما بدي يتجوز ما بدي يتجوز هلا هو معصب ماله عرفان شو عم يحكي بس فهميني ليش ما وافقوا؟ قال ام جبري انه ابو جبري ملاقي البنت صغيرة عالجواز ايوه كثير صغيرة عين الطراقة صغيرة قال مسخ يلا يلا كريم افندي ليش متفاجئ هالقد شلون ما بدك اني